2 minutes avec Refadi. السلام عليكم. كيف ما كتعرفوا كل شيء كيقلب على الحقوق، واش حقي ما عطاونيش حقي، خصني حقي. ولكن واحد السؤال، واش عمركم فكرتوا على الواجبات ديالكم؟ واش الناس كيديروا واحد لا ليست شنو الواجبات ديالي باش ناخذ الحقوق ديالي؟ تخيلوا معايا كنا كونسونطري بزاف على الواجبات، شنو الواجبات خصني ندير كل نهار، واش خصني نفيق، واش خصني الناس، شنو خصني ناكل، واش خصني تريني، كيفاش خصني نقرا. هاد الواجبات كاملين خصني نديرهم، ندير واحد لا ليست ديالهم، ومن بعد نشوف شنو الحقوق اللي يقدر يوصلوا ليا من انطلاقا من هذوك الواجبات ديالي. هنا المشكل اللي كيوقع هو اننا كنبغيو نحصدو اولا ما كنبغيوش نحصدو، كنبغيو ناكلو من الاول قبل ما نحصدو ونقادو ونزرعو. دائما نصيحه ان نتبع عقليه الفلاح. شنو هي عقليه الفلاح؟ انه باش يحصد كيخصو يفيق واحد 6 شهور ولا 7 شهور قبل، باش يحرث، باش يقاد، باش يلوح الزريعه، باش يقاد الارض، باش يحصد. وعاده باش من بعد ملي كيحصد كيدير كل حاجه في بلاصتها، زرع في بلاصتو، تبن في بلاصتو، خصو بيان سور خصو يستوكي، ومن بعد عاد باش كيبيع هذاك الزرع ويشوف هذاك الفلوس ويخلي واحد الزرع عنده شويه باش ياكل به، باش يقدر انه يحرث العام الجاي. دونك حقوق الواجبات، قبل ما نقلب على الحقوق ديالي نشوف الواجبات ديالي ونعرف بان الحق ديالي دانوني الله. وقل اعملوا فسوف الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وعاوتاني الايه الثانيه اللي هاد جوج الايات اللي خرجوا لي من سورمناج، والآية الثانية وفي السماء رزقكم وما توعدون ورب السماء والأرض إنه لحق كما لو أنكم تنطقون. صدق الله العظيم. وهذا شيء كامل اللي كنقول لكم أنه قبل ما تقلب على الحقوق ديالك شوف راسك واش كدير الواجبات ديالك على أكمل وجه. والسلام عليكم. Quand on rêve